بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا زميلكم إيمان حدادين، واليوم إن شاء الله بدي أشرح لكم المحاضرة الأولى من مادة الأوكلوجن. قبل ما نبدأ بمحاضرة اليوم، أول شيء حاب أعرفكم عن نفسي. أنا زميلكم إيمان حدادين، طالب طب أسنان سنة رابعة في الجامعة الأردنية. بعضكم بعرفني، عملنا لكم لايف تعريفي في بداية السنة. إن شاء الله راح أكون معكم هذا الفصل بمادتين، مادة الأوكلوجن ومادة فارماكولوجي 2 إن شاء الله. قبل ما نفوت على المحاضرة ونحكي على المادة، برضو بدي أحكي لكم عن الفصل القادم وأعطيكم نصيحة واحدة، وإن شاء الله أنها نصيحة مهمة. الفصل القادم أكيد أنتوا شفتوا يعني عدد المواد نوعا ما كبير، يعني عندكم ثمان مواد نظرية، وفي اللابات، وراح تقدموا يعني اللابات كل الفاينلات تبعونها راح تقدموا هذا الفصل. أهم نصيحة بما يخص هذا الفصل أنكم لا تفوتوا عليه وبنفسية خايفة أو تكونوا قلقانين من الفصل، وأنه فصل صعب وعدد يعني راح يكون عندكم مواد كثير ومش راح تلحقوا، برضه في رمضان وهيك. هذا الامر انسوه بتاتا، لانه اذا فتوا وهذا هاي النفسيه اللي عندكم وايام الامتحانات كنتوا زي هيك، خلص يعني فوق نحكي الضغط الاصل الموجود، راح تصير تضغطوا حالكم بزياده وتبلشوا تبطلوا تجمعوا. تمام، فعادي فصل طبيعي، عندكم ميد راح تقدموه، بعديها فاينل، وبعديها بتعطلوا ان شاء الله. فان شاء الله انه اموره يسيره يعني باذن الله، ما تضغطوا حالكم زياده عن اللزوم، حاولوا تبعوا اول باول وخلص. يعني الواحد بيعمل عليه ما بعد ذلك ايش نصيبه يعني من عند الله عز وجل. فهذه اهم نصيحه، انه تعاملوا، خلي نفسيتكم اثناء الفصل مرتاحه، ما تزيدوا الضغط على حالكم. طيب، زي ما قلت لكم ان شاء الله راح اشرح لكم وراح اكون معكم بمادتين، الاوكلوجين وماده الفارماكولوجي 2. بما يخص الاوكلوجين، الماده ان شاء الله انها سهله، يعني الماده لا تعتبر صعبه، فيها مفاهيم يمكن نوعا ما شوي جديده عليكم، فيها شوية مصطلحات مرات بتكون شوي صعبة، يعني هذه أشياء إن شاء الله إيش بنحاول نسهلها عليكم قدر المستطاع. طبعاً أنا بالمحاضرة تبعوني بدي أحرص على شغلتين. الشغلة الأولى، أولاً إنكم تطلعوا بالعلم وتطلعوا فاهمين المحاضرة، طيب. والشغلة الثانية العلامة، يعني بدنا نحاول نكون فاهمين وبنفس الوقت نجيب علامة، طيب. طبعاً المادة يعني في عدة دكاترة بدرسوها، جزء منهم درسوكم أصلاً، يعني مثلاً دكتورة آلاء صبرا اللي إلها هاي المحاضرة، دكتور آي الأسمر، في بعض الدكاترة ممكن جداد عليكم زي دكتورة يارا، تمام. الامتحانات يعني إن شاء الله أنه اللي دارس وبرضه اللي بيمر على السنوات إن شاء الله أنه بيزبط فيهم، تمام، لأنه بتكرر جزء، يعني بيجي جزء من الامتحان سنوات أو أفكار متقاربة. وأنا إن شاء الله بما يخص السنوات، كل محاضرة لما نخلص شرحها راح نمر على كل السنوات لنفس المحاضرة، نفس المحاضرة ونفس الدكتور، طيب. يعني أنا الأسئلة اللي راح أحط لكم إياها لنفس الدكتور اللي اعطى المحاضره هاي، تمام. يعني لو اعطاها دكتور ثاني لا ما راح احط لكم اسئلته، بحيث انه انتم ايش تركزوا على المواضيع اللي تيجي عليها اسئله السنوات او اسئله الباست بيبرز، تمام. لانه مرات مثلا ما بتكرر نفس السؤال بالضبط، بتكرر فكره قريبه منه، او بتكون مثلا نحكي بنفس السلايد بنفس المحور اللي اجى عليه السؤال. فحبيت احط لكم بعد كل محاضره مباشره السنوات عشان اثناء دراستكم المواضيع اللي اجت عليها سنوات تركزوا عليها كثير اثناء الدراسه، طيب. بدناش نطول عليكم اكثر من هيك، خلينا نفوت على محاضره اليوم. محاضره اليوم راح نحكي فيها مقدمه، تمام، مقدمه عن الاوكلوجين. اولا ما معنى كلمه اوكلوجين؟ اوكلوجين معناتها الاطباق، الاطباق كيف الاسنان العلويه تطبق على الاسنان السفليه، تمام. طبعا الاوكلوجين يعني موضوع جدا جدا مهم لدكاتره الاسنان، يعني هو زي ما الدكتور حكيت لكم هون ايش اوكلوجين، ذير از نو اسكيب، يعني ما في مهرب لدكتور الاسنان الا وانه يفهم الاوكلوجين، لانه الاوكلوجين يعني كل شيء بنعمله بكل يعني كل البروسيجرز المختلفه اللي احنا بنعملها بدخل فيها الاوكلوجين، طبعا بدرجات متفاوته. يعني بدي اعطيكم مثال على شيء بسيط، مثلا عندك مريض عنده كلاس 1 كاريز، شلنا الكاريز، نظفنا الكاريز، بعدها حطينا له حشوه، طيب. اذا كانت الريستوريشن او الحشوه اللي حطيناها اعلى، احنا بنسميها يعني بنسميها ايش انه الحشوه عاليه، طيب، كانت اعلى من المستوى المطلوب، بحيث لما مثلا احنا حطيناها على الفيرست مولر، لما الابر فيرست بده يطبق على اللور فيرست راح نشوف انه باقي الاسنان ما اطبقت، بس صار اطباق على هذول السنين. ليش؟ لانه الحشوه عاليه، فالسن العلوي اطبق عليها وباقي الاسنان ما اطبقت. طبعا هذا بيعمل لنا مشاكل، يعني انت لما تشوف هذا الشيء
خلص مباشره بدك تظبط الحشو بحيث ترجع يكون الاوكلوجن او يعني ما تكون عاليه، يكون الاطباق عليها طبيعي. تمام؟ ليش؟ لانه هيك الحشوه بتصير عرضه للكسر، راح تنكسر غالبا، ممكن تسبب مشاكل في الماسلز، مشاكل في التي ام جي. طيب، فهذا مثال بسيط كيف انه الاوكلوجن بهمنا بكل شيء احنا بنعمله. برضه على الاكستريم كيسز نحكي، مثلا انتوا هسه بتاخذوا بالكمبليت دينشر صح ولا لا؟ لما بدك تعمل مريض سي دي، بس سي دي انتوا الان شو بتدرسوا؟ انه احنا بدنا نطبق مفهوم يسمى بالانسد اوكلوجن. بالانسد اوكلوجن، انت الان المريض بدك تبني له، تحط له طقم سفلي وطقم علوي صح؟ فانت بدك يعني هذا بيسموه فول ماوث ريهابيليتيشن، انت بدك تعمل اعاده تاهيل للفم كاملا، بدك تبني اطباق من اول وجديد. وطبعا زي ما اخذت بالبروستو، احنا مثلا بنحط المريض على السنتريك ريليشن لانه هذه مثلا ذا بروديوسبل وما الى ذلك، فانت بتبني الاطباق من اول وجديد. فهنا لا، فهمك للاوكلوجين بيلعب دور اكبر بكثير انك تحصل نتيجه نهائيه مرضيه للمريض. تمام؟ وبرضه حالات الفول ماوث ريهابيليتيشن يعني هي مش بس كومبليت دينشر، بتتضمن اشياء ثانيه يعني. تمام؟ واشياء شويه كومبلكس معقده. فالخلاصه يعني ليش انا اعطيتكم هاي المقدمه؟ عشان تعرفوا انه الاوكلوجين مهم جدا جدا لنا ومهم في حياتنا العمليه يعني. طيب، فهذا اللي الدكتوره بتحاول تحكي لكم اياه في اول سلايدين. اوكلوجين ذير از نو اسكيب، ما في مهرب من الاوكلوجين. الدنتست كانت ريبير موف ريموف تيث ويزاوت بينج انفولد ان اوكلوجين، يعني دكاتره الاسنان ما بيقدروا لا يخلع السن الا ويدير باله على موضوع الاوكلوجين. مثلا انت السن المقابل له في الفك المقابل راح يصير له اوفر ايربشن صح ولا لا؟ برضه الاسنان بيصير لها مثلا ميزي للدريفت، وهذه الامور كلها ما بتقدر تصلح سن، تعمل تحط ريستوريشن كذا الا وتدير بالك على موضوع الاوكلوجين. ريموف تيث، برضه موضوع الموفينج تيث مثلا بالاورثو بالتقويم، بدك تحرك الاسنان لازم تكون داير بالك على موضوع الاوكلوجين صح ولا لا؟ without being involved in occlusion. برضه نفس الشيء هون ايش بحكي لك؟ الاوكلوزال اناتومي اوف ذا تيث فانكشنز ان هارموني وذ ذا ستراكشرز كنترولينج ذا موفمنت باترنز اوف ذا ماندبل. يعني بدي هسه برضه افهمكم او نكون مستوعبين شغله، لما نحكي اوكلوجين احنا ما بنحكي عن علاقه فقط ما بين الاسنان، ما بين الاسنان العلويه والسفليه، لا. اوكلوجين مفهوم اوسع من هذا، مفهوم الاوكلوجين بيحكي عن يعني بيهتم بالاسنان، بيهتم بالمسلز بالعضلات اللي هي بتحرك لي الماندبل وبتؤدي الى انه الاسنان تصير في الاطباق في الاوكلوجين، وبرضه المفصل اللي هو التي ام جي. تمام؟ فهذه ثلاث اشياء كلها يتضمنها الاوكلوجين. يعني احنا راح ناخذ ان شاء الله في ماده المد محاضرتين اسمهم تي ام جي ديس اوردرز، بعض الديس اوردرز اللي بتصير وتتعلق بموضوع الاوكلوجين عموما. راح نشوف اشياء بتاثر على المسلز، اشياء على التي ام جي وما الى ذلك. تمام؟ فمفهوم الاوكلوجين مفهوم واسع، ما بحكي بس عن اسنان لا، برضه في عندنا النيورال كنترول، التحكم العصبي بالمسلز صح ولا لا؟ لانه المسلز بيجيها يعني نحكي ستيمولاس من نيورون عن طريق اكشن بوتنشال، وبيخلي العضله تنقبض وتعمل لي مثلا كلوزنج للماوث او اوبننج للماوث. تمام؟ فمفهوم الاوكلوجين مفهوم اوسع من الاسنان. فهون بحكي لك انه الاناتومي تبع الاسنان بيكون ان هارموني مع التناغم مع ايش؟ مع الاستراكشرز اللي كنترولينج ذا موفمنت اوف ذا ماندبل، اللي بتتحكم بالماندبل. فاحنا عندنا حاله من التناغم ما بين الاسنان الماسلز التي ام جي. تمام؟ وهذا راح يكون موضوع محاضرتنا اليوم. يعني اول سلايدين بس بدي اياكم تستوعبوا هذه الفكره، ما فياتهم معلومات. طيب، محاضرتنا اليوم راح تكون جزء منها نحكي اناتومي، نحكي على نذكركم بالمسلز العضلات، راح نحكي عن التي ام جي، طيب الديسك الكبسول الليجمنتس. تمام؟ كل هذه الاشياء راح نحكي عنها. طيب، في هذا السلايد بحكي لنا ديتيرمينانتس اوف اوكلوزال مورفولوجي، ما هي نحكي المحددات الديتيرمينانتس اوف اوكلوجين، يعني محددات الاوكلوجين. طبعا هذول راح نرجع نحكي عنهم في محاضره رقم 5 ان شاء الله، ولكن بس كفكره سريعه، احنا بنقسم المحددات الى بوستيريور وانتيريور. بوستيريور وانتيريور بناء على ايش؟ هسه في احنا نعرف انه عندنا الماندبل صح ولا لا؟ في عندنا البوستيريور ديتيرمينانتس اللي هي مسؤوله عن ايش؟ انها تتحكم بالجزء البوستيريور من الماندبل. البوستيريور ديتيرمينانتس بتتحكم بالجزء البوستيريور من الماندبل، الانتيريور ديتيرمينانتس بتتحكم بالجزء الانتيريور من الماندبل. طيب، فاحنا بنقسمها بوستيريور وانتيريور. تمام؟ البوستيريور ديتيرمينانت ايش هو؟ الكوندايلر جايدنس. طيب، الانتيريور ديتيرمينانت ايش هو؟ الانتيريور جايدنس. طيب، ما معنى
مصطلح كوندايلر جايدنس. خليني بس اورجيكم هذه الصوره. بدنا ما بدنا تي ام جي. طيب نطلع على هاي الصوره. في عندنا هذا البروسيس من الماندبل، ايش اسمه؟ اسمه الكوندايلر بروسيس، او بنسميه ايش؟ الكوندايل. الكوندايل طيب، والكوندايل وين بيكون موجود؟ في هذا هذه الفسه اللي هي جزء من التيمبورال بون. هذا الكلام كله مكتوب. شو اسم هذه الفسه؟ بنسميها ماندبولار فسه او جلينويد فسه. لها اسمين، ماندبولار فسه او جلينويد فسه. طيب فشو اللي بصير؟ وطبعا ايش عندنا هذا الشيء البارز، هذا هاي العظمه البارزه اللي قدام الفسه، اسمها ارتيكولار ايمينانس. ارتيكولار ايمينانس تمام، كل هذا انتم اخذتوه من قبل. فاللي بصير كالاتي، انه اثناء الاوبننج اوف ذا ماوث، اثناء الاوبننج اثناء فتح الفم، هذا الكوندايل بنزل وبيتحرك انتيجورلي، بنزل وبيتحرك انتيجورلي تمام. فشايفين هذه نحكي اللي جلايدنج، او نحكي يعني نتشبهنا الكوندايل قاعد بتزحلق على هاي الايمينانس هون، او على هذا السلوب، على هذا المايل، كانه الكوندايل بتزحلق عليه. طيب هذه بنسميها الكوندايلر جايدنس. هاي شو بنسميها؟ كوندايلر جايدنس، انه هو انه الماده الكوندايل بمشي عليها وبيصير عند الارتيكولار ايمينانس تمام. شو الفكره؟ الكوندايلر جايدنس نحكي عنها انه هي نون موديفايبل، دينتست كانت موديفايت، يعني دكتور الاسنان ما بيقدر يتحكم فيها. ليش؟ لانه كل واحد فينا بنولد هذا الميل بيكون بدرجه معينه تمام، شكل الكوندايل بيكون بدرجه معينه حسب كل واحد والجينات تبعته تمام. هسه احنا نقدر نعدلها طبعا عن طريق السيرجريز، عن طريق الجراحات، ولكن يعني بشكل عام نعدلها بشكل بسيط ما بنقدر. طيب الا اذا صار في تدخل جراحي يعني، ولكن اذا بدنا نوصفها بنحكي انها نوت موديفايبل. اما الانتيرو ديترمينانت، شو هو الانتيرو جايدنس؟ شو هو الانتيرو جايدنس؟ هسه في احنا عندنا الماكسيلري انسايزرز، ماكسيلري انسايزرز او الابر انسايزرز. في عندنا ايش؟ اللور انسايزرز صح ولا لا؟ اللور انسايزرز اثناء البروتروجن مثلا، اثناء البروتروجن اللور انسايزرز زي هيك بتزحلقوا على الماكسيلري انسايزرز صح ولا لا؟ بتزحلقوا على الماكسيلري انسايزرز، هذا بنسميه انتيريور جايدنس، اللي هو انه اللور انسايزرز بيمشوا على نحكي اللينجوال اسبيكت اوف ذا ابر انسايزرز تمام. وطبعا هذا يعتبر موديفايبل، دكتور الاسنان بيقدر يتحكم فيه. كيف بيقدر يتحكم فيه؟ مثلا ممكن نحرك الاسنان عن طريق الاورثو، ممكن نحط حشوه، ممكن نحط كراون، نحط البيسه، فمنغير يعني مثلا الابر انسايزر منغير في السلوب تبعه يعني. طيب فايتز موديفايبل تمام، كان بي موديفايد. وطبعا هذه تعتبر اناتوميكال يعني شيء بالاناتومي، لذلك احنا بنحكي كانت بي موديفايد. هذه انتيريور تيث يعني بنقدر نعدل فيها تمام. فبس هذه باختصار المحددات. طبعا زي ما قلت لكم راح نرجع نحكي عنها في محاضره رقم 5. هسه بس بدي تعرفوا بوستيريور ديتيرمينانت، كوندايلر جايدنس، انتيريور ديتيرمينانت، انتيريور جايدنس تمام. طيب الان بدنا نحكي عن الماستيكاتوري سيستم. انا شو حكيت لكم شوي، موضوع الاكلوجن ما بيقتصر فقط على الاسنان، في عندنا زي ما هو مكتوب هون سيستم كامل، ماستيكاتوري سيستم، وحده كامله مكونه من عده ستراكشرز تلعب لي موضوع الاكلوجن وموضوع الاطباق. موضوع يعني هو ايش يعني ماستيكاتوري سيستم؟ ماستيكاتوري من كلمه ماستيكيشن. ماستيكيشن شو معناتها؟ تشوينج. ايش يعني تشوينج؟ المضغ، مضغ الطعام، ماستيكيشن تشوينج. طيب فهو زي سيستم كامل. خلينا نشوف شو بحكي لنا هون. الماستيكاتوري سيستم از ذا فانكشنال يونت اوف ذا بادي ذات از ريسبونسبل فور تشوينج سبيكينج وسولوينج، وبرضه بتلعب دور في التستنج والبريثنج. يعني هذا الماستيكاتوري سيستم عباره عن الفانكشنال يونت، الوحده الوظيفيه تبعت الجسم المسؤوله عن موضوع التشوينج، السبيكينج موضوع الكلام ومخارج الحروف، السولوينج عمليه البلع. طيب هذول راح نحكي عنهم ان شاء الله المحاضره الجاي. برضه لها دور في موضوع التستنج، في عندنا تيست بادز، موضوع البريثنج. طيب يعني اثناء التنفس بصير في نحكي تغيرات معينه، بحيث مثلا لما الواحد ياكل ما يروح الاكل باتجاه المجرى التنفسي، لا يروح باتجاه الجي اي تمام. يعني له عده ادوار، تشوينج سبيكينج سولوينج وتيستينج اند بريثينج. طيب هذا السيستم يعني مما يتكون، ايش مكوناته؟ اكيد اول عندنا الاسنان، عندنا البونز العظام، طيب الماكسيلا، الماندبل، التيمبورال بون لانه هي داخله في التي ام جي، ليجامنتس الاربطه، العضلات، النيورولوجيكال كنترولينج سيستم اللي بتحقق طبعا ايش بيعمل النيرفس سيستم، نحكي ريجوليتس، بينظم وبينسق كل هاي الكومبوننتس مع بعض. طيب فبيجي مثلا بيودي اشاره للمسلز، المسلز بتحرك الماندبل، الماندبل بيحمل الاسنان، بيروح بيطبقوا اسنان سفليه على الاسنان العلويه. فزي ما قلنا لكم هو سيستم كامل. طيب هذا السلايد مهم لانه بالعاده بيجي عليه سؤال.
ايش بحكي لك هون؟ او احنا الان خلينا نعمل شويه هيك اورينتيشن، احنا ايش بدنا نحكي الان؟ هسه زي ما قلت لكم عندنا ماستيكاتوري سيستم، بدنا نحكي على الكومبوننتس تبعونه. بدنا نبدا بايش؟ بموضوع البونز، العظام. طيب ما هي العظام اللي بتهمني لما احكي عن الموضوع الاوكلوجن او بهذا السيستم كامل ماستيكاتوري سيستم؟ عندي الماكزيلا والماندبل والتيمبورال بون. طيب التيمبورال بون لانه فيها المانديبولار فوسا اللي بيجي الكوندايل وبتعمل لي يعني ايش التي ام جي، هذه الفوسة مع الكوندايل. طيب هسه بدنا نحكي عن واحد واحد فيهم. طبعا كيف بيجي عليه السؤال انه يعني مثلا بحكي لك which of the following skeletal component، بس يعني which all of the following are skeletal components لهم دخل بالماستيكيتور سيستم الا واحد، بيكون حط لك مثلا ماندبل، تيمبورال بون، ماكزيلا، وممكن يجي خيار ايش سفينويد بون. شو الجواب بيكون؟ سفينويد بون. طيب وان شاء الله بنشوف عليه سؤال في اخر المحاضره. الان نحكي على الماكزيلا. الماكزيلا زي ما انتم عارفين عظمه او عباره عن عظمتين، تو بونز، واحده رايت وواحده ليفت. الماكزيلا عباره عن عظمتين، واحده رايت وواحده ليفت، بيصير لهم فيوجن بالنص. وين بيصير لهم فيوجن؟ بشيء بنسميه الميد باليتال سوتشر. خلينا نحط لكم هذا، هو بتطلعوا هذا ايش الميد باليتال سوتشر، المكان اللي بيصير فيه فيوجن ما بين هنا الرايت وهنا الليفت. طيب فزي ما مكتوب هون ماكزيلري بونز فيوز ات ذا ميد باليتال سوتشر، طبعا بتمثل الابر فيشل سكيليتون. ما معنى ابر فيشل سكيليتون؟ يعني بتعرفوا انتم الفيس، الوجه فيات او الفيشل بون، يعني فيات عده عظام اللي هم الفيشل بونز. تمام. الماكزيلا مثلا نحكي مقارنه بالمادبل بيكون ابر فيشل سكيليتون. الماندبل هسه رح نشوف انه مكتوب عنده لوور فيشل سكيليتون. تمام، لانه الماكزيلا بتيجي اعلى، مور سوبيريور يعني مقارنة بالماندبل. طيب المكزيلا بيكون فيوزد وذ ذا سكال، بيكون في فيوجن ما بينه وما بين السكال، فهو ثابت في مكانه. طبعا هذا الكلام كلنا بنعرفه. ايش الجزء المتحرك، المكزيلا ولا الماندبل؟ الجواب الماندبل. الماندبل هو اللي بيتحرك اثناء الكلام، اثناء تناول الطعام. طيب المكزيلا لا، ثابت. زي ما بتتذكروا في الاناتومي كان في عندنا سوتشرز مثلا ما بين المكزيلا وما بين الزايجوماتيك بون، فالمكزيلا ثابته في مكانها. الجزء المتحرك هو الماندبل. طيب هو ذا ستيشنري كومبوننت اوف ذا ماستيكيتوري سيستم. ستيشنري يعني ثابت في مكانه، ماشي، ما بيتحرك. طيب نحكي على الماندبل. الماندبل زي ما قلنا لوور فيشيال سكيليتون، نو بوني اتاتشمنت تو ذا سكال. الماندبل بيكون هيك زي معلق، ما بيكون مرتبط وفي بيناته سوتشر هو وعظام ثانيه، لا، ما في عنده بوني اتاتشمنت، مش مرتبط بعظام. تمام. طبعا شكل الماندبل كيف بيكون؟ زي ما كتب هون اتس ا يو شيبد بون، على شكل حرف اليو. كيف على شكل حرف اليو؟ لو هاي الصورة طلعنا عليها من الأوكلوزال فيو راح نشوف إنه ماخذ حرف اليو، صح هيك حرف اليو. تمام، مش هيك يعني. طيب لا، لما نطلع الأوكلوزال بنشوف إنه كلها ماخذ حرف اليو، صح ولا لا؟ طيب شو بحكي لك هون؟ إنه هاي الماندبل سسبندد، يعني معلقة سسبندد تحت التيمبورال بون والماكزيلا عن طريق إيش؟ عن طريق المسلز، العضلات اللي بيعمل أوريجين وإنسيرشن في عدة أماكن، الليجمنتس، الأربطة اللي بتربط لي، يعني رح نحكي عنهم الليجمنتس. تمام، وبس بعض السوفت تيشوز. طيب شو بحكي لك؟ ان الان نحكي عن مكونات الماندبل يعني بشكل مختصر. السوبيريور اسبيكت من الماندبل، الجزء السوبيريور منه، من ايش بتكون؟ الفيولر بروسيسز اند تيث. بتكون من الفيولر بروسيسز اند تيث. ما معنى كلمه الفيولر بروسيس؟ الفيولر بروسيس باختصار هو الجزء من العظم اللي بيحمل الاسنان. يعني طلعوا هي عندي هذا كله الماندبل، هذا نحكي الجزء من الماندبل هيك اللي بيحمل لي الاسنان بنسميه الالفيولر بون، الالفيولر بروسيس. طيب سوبيريور اسبكت فياته الالفيولر بروسيس وفياته التيث، وطبعا بيكون بيحمل ايش الاسنان معها. طيب ايش بحكي لك؟ انه في عندنا احنا انجل اوف ذا ماندبل بتيجي ما بين الريمس وما بين البادي، وفي عندنا تو بروسيسز، في عندنا تو بروسيسز، واحد الكوندايل اللي بدخل فيه التي ام جي، وواحد اللي هو ايش الكورونويد. هذا الكورونويد وهذا الكوندايل. تمام. طيب هيك احنا حكينا عن البونز وخلصناهم. الان بدنا نحكي على المفاصل، الجوينتس. تمام. طبعا شو هي الجوينت اللي بتهمنا احنا؟ التي ام جي، مفصل التي ام جي. شو بحكي لك هون؟ انه مفصل التي ام جي بيصير فيه باختصار ارتكيوليشن ما بين ايش وايش؟ ما بين الكوندايل تبعت الماندبل وما بين ايش؟ ما بين الماندبلر فوسا او الجلينويد فوسا والارتكيولر ايمينانس اوف ذا تيمبورال بون. تمام. فاحنا بصير عندنا ارتكيوليشن ما بين هي، طلعوا هون، ما بين الكوندايل وما بين الماندبيلر فوسا والارتكيولار ايمينانس، والارتكيولار ايمينانس. طيب شو بحكي لك؟ انتربوزد بتوين ذيس سيرفيسز از ذا ارتكيولار ديسك. ما بين الكوندايل والفوسا في عندنا ديسك، في عندنا ديسك. تمام. شو بنسميه ارتكيولار ديسك؟ هسه رح نحكي عن هذا الديسك.
طيب الارتيكولار ديسك اول شيء خلينا اورجيكم صوره له. هي طلعوا هذا هو الديسك. هي عندي هون الكوندايل ماشي، وهون عندي التيمبورال بون يعني الفوسه والارتيكولار ارتيكولار ايمينس او توبيركل. هي في عندي الارتيكولار ديسك. طيب وطبعا بقسم لي نحكي التي ام جي لتو كافيتيز، نحكي سوبيريور كافيتي وانفيريور كافيتي، راح نحكي عنهم كمان شوي. هي هون برضه صوره طلعوا، هي هذا هو هذا الديسك، هذا كله ايش الديسك. تمام، ايش هو هذا الارتيكولار ديسك؟ زي ما احنا شايفين بحكي لنا ارتيكولار ديسك از ثين اوفال بليت. ثين معناته يعني مش ثيك، مش شيء يعني جدا الثيكنس تبعته عاليه، لا يعتبر ثين. تمام، اوفال بليت يعني شكله زي صفيحه بيضويه، صفيحه بيضويه. طيب اوفال بليت موجود ما بين الكوندايل وما بين المانديبولار فوسا. الشكل تبعه از فورم تو اكوميديت ذا شيب اوف ذا كوندايل اند ذا مانديبولار فوسا، يعني شكل هذا الديسك يتماشى يتوافق مع شكل الكوندايل اللي بيجي تحته وشكل المانديبولار فوسا اللي بتيجي فوقه برضه الارتيكولار ايمينت. يعني انا هون عندي الكوندايل، طيب وانا كارتيكولار ديسك بدي اجي فوق الكوندايل. الكوندايل لما اجي بدي اوصفه يعني طلع بدي اوصفه من هون ايش بحكي عنه؟ بحكي عنه كونفكس، الكوندايل كونفكس. طيب الارتيكولار ديسك اللي بده يجي عليه ايش بده يكون؟ طلع الشكل تبعه كونكيف، فبده يكون كونكيف من الديسك، بده يكون كونكيف من الانفيريور سيرفيس. طيب نيجي نحكي على المانديبولار فوسا. المانديبولار فوسا هيك بتيجي يعني زي ديبريشن، وبده يجي عليها الديسك، بده يجي عليها الديسك. المانديبولار فوسا بتكون كونكيف والديسك بده يكون من هاي الجهه ايش؟ بده يكون كونفكس. طيب نطلع شوي لقدام ايش بيكون في عندنا؟ بيكون عندنا الارتيكولار ايمينس. الارتيكولار ايمينس، الارتيكولار ايمينس لا تيجي زي هيك يعني كون كونفكس. فالديسك بده لما يكون عندها شو بده يكون؟ بده يكون كونكيف، بده يكون عندها كونكيف. تمام، هذا المكتوب هون انه شكل عشان يتماشى مع شكل الكوندايد والفوسا والايمينس. فالابر سيرفيس الجزء او خلينا نحكي على السفلي بالاول، الجزء السفلي بيكون كونكيف زي ما حكينا، عندنا كوندايل بيجي عليها ارتيكولار ديسك بيكون كونكيف. الجزء العلوي بيكون كونكيفو كونفكس فروم بيفور باكورد، يعني من قدام لورا من جهه الارتيكولار ايمينس لورا بيكون كونكيفو كونفكس، بيكون كونكيف عند الارتيكولار ايمينس بيكون كونفكس عند المانديبولار فوسا. طيب هذه باختصار هاي الفقره يعني. تمام، هون شو بحكي لك؟ السيركمفرنس از كونكتد تو ذا ارتيكولار كبسول اند ان فرونت تو ذا تندر. يعني انا ايش بحكي لك؟ انه هذا الديسك في عندك الارتيكولار كبسول، بتعرفوا الكبسول؟ الكبسول نشوف لكم صوره هون، وان شاء الله برضه راح نحكي هسه على الكبسول. وهي هذا الكبسول بيجي بحوط تي ام جي كلها من برا، فبيحكي لك انه الكبسول هون بحوط لي الارتيكولار ديسك على السيركمفرنس. تمام، تحويط. وبرضه وهي معلومه حلوه انه الديسك مرتبط من جهه الامام مع مسل، شو هي؟ السوبيريور هيد اوف ذا لاترال تيروغويد مسل. السوبيريور هيد الجزء العلوي تبع اللاترال تيروغويد مسل. انا اللاترال تيروغويد لها انفيريور هيد. انفيريور هيد وين بيكون ماسك؟ بيكون ماسك في النك اوف ذا كوندايل. ليش؟ عشان هي لها دخل. هسه راح نحكي عن وظيفتها انها بتعمل اوبننج اوف ذا ماوث، يعني هاي العضله بتنقبض فالماندبل بينزل لتحت بيفتح الفم. الجزء العلوي لا بيكون ماسك بالديسك، السوبيريور هيد بيكون ماسك بالديسك. طيب فبس هذا كاتب لك اياه هون انه مع السوبيريور هيد اوف ذا لاترال تيروغويد. خلينا نكمل نشوف شو بيحكي لنا هون. طيب بس خلينا نشيل هذه. تمام، شو بحكي لك؟ شوية معلومات هيستولوجي أنا تبع هذا الديسك. من بيكون على البريفيريز تبعونه يعني من الأطراف بيكون ثكر مقارنة بالسنتر على منطقة المنتصف. تمام، يعني زي هاي الصورة بالضبط، طلعوا كيف هون الثيكنس وهون الثيكنس عالية، أما بالنص الثيكنس واطية. تمام، فالثيكنس بتكون بالمنتصف أقل. تمام، it is thicker at its periphery especially behind، يعني بيكون على الأطراف more يعني او ثيكر، بيكون الثيكنس تبعته اعلى بالذات من بيهايند، بالذات يعني بالذات بوستيريورلي مقارنه بالنص. طيب من ايش هذا الديسك؟ عن ايش احنا بنحكي؟ شو الاستراكشر تبعه؟ شو الهيستولوجي تبعته؟ بنحكي عن فايبرس كونكتيف تيشيو، كولاجينس كونكتيف تيشيو، يعني كونكتيف تيشيو ولكن ايش؟ نسبه الفايبرز والكولاجين فياته عاليه. ليش؟ لانه احنا بنتخيل انا عندي عظمه وعندي عظمه وجواتهم ديسك وراح وداخل في موضوع الماستيكيشن التكلم الكذا، يعني دائما عليه بريشر، دائما عليه لودينج، دائما عليه فورس، فبدي شيء يقدر يتحمل هاي الفورس. فانا بتوقع شو يكون الاستراكشر تبعه؟ كولاجينس فايبرس. تمام، فزي ما انتم شايفين هون دنس كولاجينس كونكتيف تيشيو، بس بالجزء السنتر من بالنص بيكون ايش؟
بيكون اي فاسكولار وبيكون هايلانايز اند ديفويد اوف نيرفز. شوفوا ايش او مش ايش، احنا شو دائما بنحكي انه يعني شكل الستراكشر تبع الاشي بالاناتومي عموما او بالميديسن عموما، دائما الستراكشر بيمشي مع الفانكشن. يعني انا بدي يعني خلينا نطبقها هون، عندي تي ام جي، هذا الديسك موجود في مكان عليه لود جدا جدا عالي. طب هل يعقل يكون في نهايات عصبيه، يكون في نيرف اندينجز في هذا الديسك؟ كل ما الواحد بده يفتح الفم تبعه راح يحس بالم، صح ولا لا؟ فانا بتوقع انه يكون ديفويد اوف نيرفز، ما فيه اعصاب، وبرضه بيكون اي فاسكولار. تمام، لانه لما يكون اي فاسكولار بيكون ديفويد اوف نيرفز، ما فيه بلاد فيسلز. طيب فشفنا انه وظيفته ما تماشت مع الستراكشر تبعه، ما فيه نيرفز. تمام، هايلانايزد، ايش يعني هايلانايزد؟ هذا مصطلح بالهيستولوجي، يعني لما نطلع على الديسك على الهيستولوجي بنشوف انه هيك له جلاسي ابييرنس، هذا بسموه دائما هايلانايزد، هايلانايزيشن، كثير تسمعوا هذا المصطلح بالذات بالباثولوجي مثلا. طيب نورشت باي ذا سينوفيال فلويدز، يعني هسه ممكن حدا يسالني من وين تيجي تغذيه ما دام هو ما عندوش بلاد فيسلز، من وين بده ياخذ السيلز؟ في عنا خلايا صح ولا لا؟ بدها اكسجين، بدها مثلا الويست تبعها بدها تطلعها لبرا، فهو عن طريق ال زي ما مكتوب هون السينوفيال فلويدز. السينوفيال فلويد هو سائل موجود في المفاصل، نحكي بفرزه السينوفيال ميمبرين، سينوفيال ميمبرين. تمام، سينوفيال ميمبرين يعني طبق عده خلايا بتفرز هذا السائل. وين بتكون موجوده؟ موجوده في مكانين نقدر نحكي بما يتعلق بالتي ام جي، موجوده بتبطن لي الكبسول، تعمل لي الانر لاير اوف ذا كبسول، هي راح نحكي عنها برضه. وبتكون موجوده شايفين الديسك، بتكون موجوده يعني نحكي على جانبي الديسك فوق وتحت، بتكون معنا هذا الهيلاين ميمبرين اللي بيفرز الهيلاين ايش؟ هيلاين فلويد. تمام، شو بحكي لك؟ انه the fibers which is composed، يعني الالياف او الفايبرز اللي بتكون لي الديسك بتكون ما لها كونسنتريك ارينجمنت. شو يعني كونسنتريك؟ يعني لها زي هيك نقطه مركزيه وحواليها الفايبرز. طبعا هذا الاشي بيكون more apparent at the circumference than it's at the center، يعني هذا الكونسنتريك ارينجمنت بنشوفه بشكل اوضح عند الايش؟ عند الـ عند يعني نحكي اطراف الديسك، مش بالسنتر. بالسنتر لا، بنشوف الكونسنتريك ارينجمنت بدرجه اقل. تمام، يعني معلومات عامه مش كثير مهمه للامانه. بقول زي ما قلنا بنقسم الجوينت انتو تو كافيتيز، الى تو كافيتيز، واحده سوبيريور واحده انفيرور، هذه سوبيريور هاي الانفيرور. تمام، which is furnished with a synovial membrane، قلنا لكم بتكون في عندنا synovial membrane زي بيعمل ببطن. تمام، ف طيب ايش بحكي لنا هون؟ all the articular surfaces of the condyle, the fossa and the eminence are covered with avascular layers of dense fibrous connective tissue. تمام، يعني هون ايش بحكي لك؟ انه عندك الارتكيولار سيرفيسز، الاسطح اللي بتدخل في موضوع الارتكيوليشن، يعني مش انا عندي المانديبولار فوسا هذا السطح تبعها وعندي الكوندايل السطح تبعها، بتكون ايش هاي السيرفيسز كلها؟ بتكون كفرد، مغطاه بكونكتيف تيشيو، بتكون مغطاه بكونكتيف تيشيو. تمام، هذا الكونكتيف تيشيو اي فاسكولار، وطبعا دنس فايبرس كونكتيف تيشيو. زي ما قلنا احنا منطقه لود عالي، بيكون عندي على هذا الكوندايل طبقه كونكتيف تيشيو، فايبرس كونكتيف تيشيو، وطبعا بيكون اي فاسكولار. تمام، ونفس الشيء فوق عند الفوسه بيكون عندي طبقه من الكونكتيف تيشيو اي فاسكولار ودنس اكيد. تمام، وشو بحكي لك؟ الابسنس اوف بلاد فيسلز از ا ساين، عدم وجود البلاد فيسلز هذا مؤشر لايش؟ زي ما حكينا انه هاي المناطق ديزايند تو ريسيف كونسيدرابل بريشر، يعني هذه المناطق نحكي مصممه او مش مصممه، يعني الله عز وجل خلقها هيك. ليش؟ لانه راح يجي عليها بريشر عالي، راح يجي عليها بريشر عالي، منطقه عليها بريشر عالي. تمام، فما بيكون في بلاد فيسلز. وطبعا ايش هاي الاي فاسكولار ايرز؟ طوالي ما دام ايفاسكولار ار ديفويد اوف نيرفز، ما فيها اعصاب. تمام، يعني لو فيها نيرف اندينجز هذا بيكون اذى، لانه كل ما الواحد بده يعمل ماستيكيشن راح يحس بالم. تمام، لانه في عندنا نهايات عصبيه، او لو كان هذا الشيء يعني لو هذا السيناريو تحقق بيكون عندك نهايات عصبيه، فكل ما يصير ستيميوليشن راح تحس بالم، صح ولا لا؟ ف it is devoid of nerves as well including the bearing areas of the disc can receive blood pressure with no signs of discomfort. يعني ايش بقول لك؟ الديسك، هذا الديسك وهي المناطق كلها بيجي عليها كميه كبيره من البريشر وما بنحس، ما there is no any sign of discomfort، ما في اي مؤشر لعدم الراحه ان الواحد مثلا بيجي الم. طيب خلينا نكمل. الان بدنا نحكي على الكبسول، انهينا كلامنا على الديسك وبدنا نفوت على الكبسول. هذا هو الكبسول زي ما انتم شايفين، دائما الكبسول بيحوط المفصل هيك من برا. تمام، بعطيه هيك ستابيليتي. طيب
شو بحكي لك هنا؟ انه الـ TMJ is enveloped with a capsule. هذا الـ TMJ enveloped محوط بكبسول. هذا شو بحكي لك هنا باختصار؟ انه هذا الكبسول مرتبط من الأعلى زي ما انتم شايفين هنا، مرتبط بإيش؟ على المانديبولار فوسة، على الارتيكولار فوسة، تحت بيوصل لعند النيك اوف ذا كوندايل. فهذا اللي كتب لك اياه هون، انه هي تيجي بتحوط للمانديبولار فوسة ارتيكولار ايمينانس، وبرضه من تحت النيك اوف ذا كوندايل. تمام. من ايش مكونه؟ اذا بنشوفها تحت الهيستولوجي، لها طبقتين، طبقه انر، طبقه مبطنه لها. وشو حكينا هاي الطبقه؟ انترنال ساينوفيال لاير، انترنال ساينوفيال لاير، فيها خلايا تفرز الساينوفيال فلويدز. تمام. واللي لها زي ما قلنا دور في موضوع النورشمنت، التغذيه، لها دور في نحكي لوبريكيشن، ترطيب، او يعني تعمل لوبريكيشن، لانه عندنا مفصل وفي عندنا عظام، فلازم يكون في عندنا شيء زي لوبريكانت. طيب عندك اوتر فايبرس لاير كونتيننج نيرفز فينز اند كولاجين فايبرز. زي ما قلنا الاربطه دائما والكبسول لازم يكون شيء بيتحمل، عنده قدره من التحمل، فلازم يكون في طبقه فايبرس مليانه فايبرز وكولاجين فايبرز. طيب اوتر فايبرس لاير فيتها نيرفز فينز وكولاجين فايبرز، يعني ايش فيتها؟ الكبسول فياته ايش بيوصلوا نيرف سبلاي. شو الانرفيشن للجوينت كبسول؟ الانرفيشن هو الترايجيمينال نيرف، الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيفث كرانيال نيرف، العصب الخامس يعني. تمام. وعشان ما تنسوها، انتم تعرفوا ان الماسلز اوف ماستيكيشن مين بعطيهم الانرفيشن؟ اذا نسينا هالمعلومه لازم تتذكروها. طيب يعني كثير تنسالوا عنها. ماسلز اوف ماستيكيشن بعطيه انرفيشن ايش؟ اللي هو الترايجيمينال نيرف. تمام. الماسلز اوف ماستيكيشن ترايجيمينال، اما مثلا الماسلز اوف فيشل اكسبريشن لا، الفيشل نيرف هو اللي بعطيهم الموتور انرفيشن. فنفس العضلات اللي بتتحكم لي بهذا المفصل، نفس الانرفيشن تبعها نفسه للتي ام جي. يعني هذا الترايجيمينال نيرف هو بعطي انرفيشن للتي ام جي عموما، مش بس الكبسول، للتي ام جي وللكبسول. طيب فنفسه تبع العضلات اللي بتتحكم فيه، عشان يعني ما تنسوها. طب بالنسبه للفاسكولار سبلاي، ماكسيلري مازيتريك وتمبورال ارتريز، ماكسيلري مازيتريك وتمبورال ارتريز هم اللي بعطونا البلاد سبلاي. طيب احنا الان حكينا عن التي ام جي، الان بدنا نحكي عن موضوع الموفمنتس، الحركات. اتفقنا انه في عندنا انفيريور جوينت كافيتي وفي عندنا سوبيريور جوينت كافيتي. في سؤال يعني هذا برضه بالعاده بتنسالوا عنه، مش بس بالاوكلوجيا حتى في البروستو، انه احنا في عندنا تو تايبس اوف موفمنت. الان انا لو بدي اعمل اوبننج للماوث، في عندي تو تايبس اوف موفمنت، في عندي روتيشن وفي عندي ترانزليشن. روتيشن وترانزليشن، ايش يعني هذا الكلام؟ يعني نشوف صوره او خلص على نفس هاي الصوره. يعني انا عندي الماندبل، واحد بده الان بده يفتح الفم تبعه. طيب طيب اول نحكي 25 ملي تقريبا، يعني الكوندايل ما بيتحرك من مكانه، ما بيتحرك من مكانه جوا الفصه، جوا المانديبولا الفصه، بيضل في مكانه، ولكن بيعمل زي روتيشن، بلف، بيعمل روتيشن. ما بعد ال 25 ملي، لما الواحد بده يكمل فتحه الفم لحد ما يوصل للماكسيمم اوبننج، لاقصى شيء بيقدر يفتح فيه الفم تبعه، هذا الكوندايل مش قلنا بيكون بالاول بيعمل روتيشن بالمانديبولا الفصه، بعديها لا، بيعمل جلايدنج، بيعمل ترانزليشن وبيطلع. فاول نوع من الروتيشن شو سميناه؟ اول نوع من الموفمنت شو سميناه؟ روتيشن. شو ثاني نوع من الموفمنت؟ ترانزليشن او جلايدنج موفمنت. طيب واللي بالعاده بتنسالوا عنه، انه هذه الروتيشن موفمنت وين بتصير؟ بالعاده بتصير بالانفيريور جوينت كافيتي، روتيشن بالانفيريور. اما الترانزليشن او الجلايدنج وين بتصير؟ بالسوبيريور جوينت كافيتي او سوبيريور جوينت كومبارتمنت، سوبيريور جوينت كومبارتمنت. برضه كمان معلومه بدي اياكم من الان تتصوروها، انه مش انا عندي كوندايل وموجود جوا هذا المانديبولار ايمينانس دائما، وطبعا بيناتهم شوفي في عندي ديسك، الكوندايل اذا بده يمشي لقدام الديسك بده يمشي معه، الديسك بده يمشي معه. ليش بده يمشي معه؟ لانه تخيلوا احنا بده يطلع الكوندايل، بده شيء برضه يعمل له زي يحميه، يعني ما يكون في عندي بون تو بون كونتاكت، لا بدي هذا الديسك يضل ماشي معه. تمام. اثناء الاوبننج هاي الشغله بتهمنا، لانه تحت راح نجيب سيرتها. طيب فعرفنا روتيشن ترانزليشن، هذا بالعاده بتنسالوا عنه، فاحفظوها هاي المعلومه، حطوا عندها مهم، روتيشن بالانفيريور، ترانزليشن بالسوبيريور. طيب كمان شغله، في شيء سبيشال بما يخص التي ام جي. هسه احنا مثلا المفصل تبع الركبه الني، يعني اذا بدك تحرك مفصلك اليمين هل يلزم انك تحرك ركبتك الشمال؟ لا، عادي بتقدر تحرك ركبتك اليمين وما تحرك الشمال، والعكس صحيح. بالتي ام جي اذا بدك تحرك مفصل، المفصل الثاني او يعني واحده من الكوندايل الثاني لازم تتحرك معها. طيب اثناء الاوبننج هل بزبط انك تحرك الرايت وتترك الليفت ما تحرك؟ الجواب لا طبعا. حتى في اللاترال موفمنت راح بنشوف انه كل كوندايل بيتحرك بطريقه معينه، راح نيجيها باخر المحاضره. فالخلاصه
one condyle cannot move in any manner ما بزبطين يتحرك أي condyle without reciprocal movement on the opposite side. لازم يصير في reciprocal movement. شو يعني reciprocal؟ يعني زي تبادلية أو يعني بالمقابل، تمام؟ زي ما هذا تحرك الكوندايل الثاني لازم يتحرك. طيب شو بحكي لك هون؟ فهي المعلومة ركزوا عليها، إنه إذا بدي أتحرك كوندايل، الكوندايل الثاني بده يتحرك، تمام؟ In opening and closing movements أثناء الفتح opening of the mouth and closing of the mouth the two condyles form a common axis the hinge axis. يعني أثناء فتح الفم زي ما قلنا في عندنا كوندايل وبدها تمشي، صح ولا لا؟ the two condyles كأنهم بيعملوا زي محور وهمي بنسميه هنج اكسس او هوريزونتال تيرمينال هنج اكسس، هذا هو، تمام؟ زي محور تلتف عليه الكوندايل، محور تلتف عليه طبعا التو كوندايلز مش بس واحده، تمام؟ فبس ايش الفكره؟ انه احنا في عندنا زي محور تمشي عليه تلتف عليه الكوندايل، شو نطلق عليه مسمى؟ شو هو اسمه؟ تيرمينال هنج اكسس، تيرمينال هنج اكسس. طيب خلينا نشوف الان شو بدنا نحكي. تمام، هسه بدنا نفوت على موضوع المسلز، موضوع المسلز، لأنه موضوع الموفمنت مباشرة يعني بيودينا على العضلات. إيش بحكي لك هون؟ إنه most movements of the lower jaw، معظم حركات الموفمنت اللي بيعملها lower jaw. طيب أول شيء قبل ما نقرأ الفقرة، شو هي الموفمنت اللي بيعملها lower jaw أو المانديبل؟ نعرف opening and closing، تمام؟ فتح الفم اللي بيصير فيها depression للمانديبل، يعني المانديبل بنزل لتحت عشان يفتح الفم، أو elevation للمانديبل، رفع المانديبل، وit results in closing the mouth، بنسكر فيها الفم. طيب في عندنا protrusion لما الماندبل يطلع لقدام protrusion، في عندنا لما الماندبل يرجع لورا بنسميها retrusion. وبرضه شو في عندنا lateral movement side to side، يعني لليمين حركنا الفك لليمين للشمال. طيب ف خلينا نشوف شو مكتوب هون. اغلب الحركات تبعت اللور جو the result of the combined action of several muscles. يعني احنا عندنا عده عضلات، في عضلات مسؤوله عن فتح الفم، في عضلات مسؤولة عن إغلاق الفم. لما بدي أفتح الفم، العضلات المسؤولة عن فتح الفم بيصير لها contraction، العضلات المسؤولة عن إغلاق الفم بيصير لها relaxation. فعنا several muscles، هاي العضلات contracting simultaneously or in a coordinated sequence. يعني هاي مثلا العضلات المسؤولة عن فتح الفم، إما إنه كلها بيصير لها contraction بنفس الوقت simultaneously، أو بيصير لها contraction a coordinated sequence. يعني مثلا أول 2 ملي بتبلش هاي العضلة activation، بعدها مثلا كمان 2 ملي بتبلش العضلة الثانية تبلش activation معها. بغض النظر الجملة العامة مش كثير مهمة، شو بحكي لك؟ انه الموفمنتس اوف 3 تايبس، عندك elevation وdepression ولاترال موفمنتس، تمام؟ عندك رفع الماندبل اللي بينتج عنها تسكير الفم، depression اوف ذا ماندبل بينتج عنها فتح الفم، وعندك اللاترال موفمنتس سايد تو سايد. وبرضه زي ما قلت لكم في عندنا protrusion وretrusion، هذه كلها movements of the mandible. طيب تمام، او قبل احنا راح نحكي على الاربطه قبل ما نحكي على المسلز، تمام؟ هسه بعد هاي السلايدين راح نفوت على موضوع المسلز. الاربطه اللي هي الليجمنتس، ليش عندنا في ليجمنتس بجسم الانسان؟ عند كل المفاصل في عندنا هاي الليجمنتس، لانه الاربطه تخيل مثلا نحكي على الماندبل، احنا ما عندنا اربطه، تمام؟ يعني لما الواحد يفتح الفم تبعه ما في ماكسيمم اوبننج، يعني خلص الواحد بيفتح الفم تبعه لدرجه معينه خلاص ما بقدر يفتح بعد هيك. اذا فيش عندي اربطه اللي هي يعني تعمل ليميتيشن اوف موفمنت، ايش يعني ليميتيشن؟ تحد الموفمنت، تحد حركته، هذا المفصل ممكن يضل فاتح ومثلا يخبط بفايتال ستراكشرز، برضه بيعمل هذا بريشر عالي على المسلز. فدائما لازم يكون عندنا ليجمنتس، اربطه، تمام؟ تحد الحركه، تحد حركه هذا المفصل. طيب هسه راح نشوف موضوع الليجمنتس. اذا هذول بيعملوا they stabilize the articular system، بيعملوا stabilization، بيعملوا يعطونا يعني وضع اكثر استقرارا لانهم بيحدوا الحركه، ما بيعطوك free movement during jaw movement. They restrict border movement، يعني زي ما قلت لكم بيعملوا restriction، بيحدوا الحركه. طيب عندنا عده انواع منهم، temporal mandibular capsular ligaments stylo mandibular، هاي بدنا نحكي عنهم هون احنا اللي بيهمونا يعني. طيب اول واحد رح نحكي عنه اللي هو temporal mandibular ligament، temporomandibular ligament، تمام؟ من اسمه temporomandibular، ما بين temporal bone والماندبل، تمام؟ عن جهة الكوندايل. طبعا إله two parts، نحكي إله جزئين أو two types. في عنا inner horizontal part، inner لأنه جاي جوا يعني داخل لجوا أكثر، أما هذا الأوتر بنسميه horizontal لأنه شايفين كيف الفايبرز تبعون أفقيات. inner horizontal portion، نفس المعنى يعني عموما inner horizontal portion، بكتب لكم أنا الاختصارات إن شاء الله. وعندنا الـ OOP اللي هو الـ Outer Oblique Portion، Outer Oblique Portion، Outer لأنه جاي لبرا، Oblique لأنه جاي
شايفين كيف جاي اوبليك بزاويه مش زي هذا هوريزونتال، وبورش يعني هو الجزء الجاي ايش لبرا. طيب انا هاي بدي اعدلها مش او اتش بي، هذه لازم تكون او او بي. تمام. طيب شو الوظائف تبعونها؟ طبعا دائما الوظائف بنقدر نتخيلها من نحكي الاورينت يعني كيف الفايبرز الاورينتيشن تبعها. تمام. فعندنا الانر هوريزونتال بورشن تعمل ليميتيشن للروتيشنال اوبننج. طيب يعني موضوع الروتيشن للكوندايل بتتحكم لي فيه، اما الاوتر اوبليك تعمل ليميت للبوستيرور موفمنت. ليميت للبوستيرور موفمنت يعني طلعوا خلينا نشوف هنا، هي في عندي الكوندايل وفي عندي هذا الليجمنت اللي ماسكه من هنا. اذا الكوندايل بده يرجع لورا في عندنا شيء بشده، صح؟ يعني انا هاي الكوندايل في شيء ماسكه هيك، الكوندايل بده يرجع لورا في شيء بشده، فهي دائما يعني ليجمنت ايكوالز ليميت ليميتيشن اوف موفمنت. تمام. طبعا حسب موقعها وين بتعمل اوريجين وين بتعمل انسيرشن. تعالوا نحكي على الكبسولر ليجمنت. هذا هو الكبسول، شو ورجيناكم صوته فوق. يعني ما دام كبسول بيحوط من برا فهو يعني بيشتغل على عده امور، على الميديال لاترال اند انفيريور موفمنتس، يعني اذا بده يروح باتجاه لجوه اكثر ميديال او لاترالي لبرا او انفيريور موفمنت. تمام. يعني زي ما احنا شايفين هنا، هي في عندنا الكبسول هنا، اذا الماندبل بده ينزل لتحت في عندنا شيء بيسحبه لفوق، فات ليميتس ذا انفيريور موفمنت. تمام. شو في عندنا كمان؟ في عندنا الستايلو مانديبولار ليجمنت. ستايلو مانديبولار ليجمنت هي في عندنا صورته هون، طالع من الستايلويد بروسيس، ستايلويد بروسيس ورايح باتجاه الماندبل البوستيرور اسبيكت اوف ذا ماندبل. تمام. مش مهم نعرف اوريجينال انسيرشن. ليميتس اكسسيف بروتروجن، يعني هي عندنا الماندبل، طلعوا الماندبل اذا بده يعمل بروتروجن لبرا في عندي شيء من ورا بيسحبه، فات ليميتس بروتروجن. واخر واحد ايش هو؟ كولاترال ديسك ليجمنت، كولاترال او ديسك ليجمنت. هذول الليجمنت اللي ماسكه، عفوا اللي ماسكه بالديسك، الليجمنت اللي ماسكه بالديسك. فشو بتعمل؟ ليميت موفمنت اوف ذا ديسك اواير فروم ذا كوندايل، يعني زي ما قلت لكم احنا الديسك بيمشي بالعاده مع الكوندايل، هي بتعمل ليميتيشن ات ليميتس ذا موفمنت اوف ذا ديسك اواير فروم ذا كوندايل. طيب بحيث ما يعني زي ما قلت لكم لازم ايش يصير؟ ات ليميت ذا موفمنت اواير فروم ذا كوندايل اواير فروم كوندايل، لازم الديسك يمشي مع الكوندايل. طيب ولكن في مرض راح نحكي راح نجيب سيرته تحت. طيب بنسميه ديسك ديسبليسمنت. ديسك ديسبليسمنت يعني ازاحه هذا الديسك، يعني مش عندنا الكوندايل وعليه الديسك هون عند المندبيل الخصة، الكوندايل تمشي لقدام صح ولا لا؟ وفي عندنا الديسك راح يمشي معها وراح يروح لقدام. اذا هذا الديسك طلع لقدام بشكل زياده عن اللزوم، طلع يعني طلع اكسسيف موفمنت، وقت هذا بنسميه ديسك ديسبليسمنت، يعني الديسك انزاح انتيريورلي، انزاح لقدام. طيب راح نجيب سيرتها تحت الان مش كثير مهمه. الخلاصه في عندنا فور تايبس اوف ليجمنتس، كل واحد بيعمل وظيفه معينه. تمام. الان نفوت على المسلز. اولا نذكركم ما هم الفور مسلز اوف ماستيكيشن. عندنا تيمبوراليس، عندنا ماسيتر، وعندنا ميديال تيرغويد، وعندنا ايش اللاترال تيرغويد. طيب هاي هون بنشوف عضله التيمبوراليس تطلع من التيمبورال فوسه، هون عندنا الماسيتر. تمام. وميديال تيرغويد بتكون لجوه مش واضحه، لاترال تيرغويد ورجيناكم اياها فوق. هذول الاربع عضلات في شغله احفظوها من الان والمفروض انكم اخذتوها في الهيدرانيك اناتومي. ثلاثه منهم بيعملوا اوبننج، عفوا ثلاثه منهم بيعملوا كلوزنج اوف ذا ماوث، واحده منهم تعمل اوبننج. ثلاثه بيعملوا كلوزنج، واحده بتعمل اوبننج. مين اللي بيعملوا كلوزنج؟ ماسيتر تيمبوراليس ميديال تيرغويد. ماسيتر تيمبوراليس ميديال تيرغويد بيعملوا closing of the mandible closing of the mouth بسكر الفم. مين اللي بتعمل لي opening of the mouth؟ اللي هي lateral pterygoid. lateral pterygoid muscle هي الوحيده اللي بتعمل لي opening of the mouth، هي اللي بتفتح لي الفم. طيب المسلز اللي بتعمل elevation of the mandible، elevation of the mandible يعني سكرنا الفم، masseter temporalis medial pterygoid. طيب المسلز اللي بيعملوا depression of the mandible يعني بيفتحوا الفم، العضله الميجر، هاي الجمله حكيت الدكتور انه الميجر مسل مين هي؟ الانفيريور هيد اوف ذا لاترال تيرغويد. انفيريور هيد مش السوبيريور، قلنا السوبيريور ماسك بالديسك، انفيريور ماسك بالنيك اوف ذا كوندايل، فبيعمل كونتراكشن بيفتح يعني بيفتح الفم. طيب وفي عندنا برضه كمان عضله بتلعب في موضوع دور بفتح الفم اللي هي دايجاستريك مسل. هذه صوره للدايجاستريك، بنشوف انه عندنا انتيريور بيلي وبوستيريور بيلي، بيحكوا دائما انتيريور وبوستيريور بيلي. طلعوا وين موقعها، لو هاي العضله عملت كونتراكشن راح تسحب الماندبل معها، راح تسحب الماندبل، فا it results in opening of the mouth. طيب هاي العضلات، هيك احنا حكينا على العضلات اللي بتعمل opening and closing. الان بدنا نحكي على العضلات اللي بتعمل لي side to side movement، العضلات اللي بتعمل side to side movement of the mandible. في
في شغله بدنا نعرفها، العضلات اللي بتعمل لي سايد تو سايد موفمنت بتكون تشتغل يوني لاترالي. يوني لاترالي ما معنى هذا الكلام؟ يعني انا عندي اللاترال تيرغويدز، لاترال تيرغويدز، لما اليمين يعني رايت لاترال تيرغويد والليفت لاترال تيرغويد الثنتين يعملوا كونتراكشن، شو بيصير؟ ايش بيشتغلوا وقتها؟ بيكونوا بيعملوا اوبننج اوف ذا ماوث، اوبننج اوف ذا ماوث. اذا واحده منهم اشتغلت، بس واحده، بيكون دورها وقتها سايد تو سايد موفمنت، تمام؟ او خلينا اجيب لكم اياها بصيغه ثانيه. انا الان بدي احرك الفك الى الجهه الشمال، اذا الى الليفت، بحرك الفك الى الليفت، الرايت لاترال تيرغويد بتشتغل، الليفت لاترال تيرغويد ما بتشتغل. ليش؟ لانه هسه رح نعرف انه صح احنا قلنا يوني لاترال يعني يا رايت يا ليفت، بس حتى اليوني لاترال، يوني لاترال شيء من بيشتغل كونترا لاترال، يعني اذا بدي احرك ليفت بيشتغل الرايت اللي هم اللاترال تيرغويد والميديال تيرغويد، وشيء ابسي لاترال يعني بدي احرك الفك للليفت سايد، الليفت ماسل هي اللي بتشتغل. وايش هم الماسلز؟ مسيتر وتمبوراليس. فالليفت مسيتر والليفت تمبوراليس بيشتغلوا في السايد تو سايد موفمنت، تمام؟ يعني كمان مره، سايد تو سايد موفمنت بنحكي عن عضلات تشتغل يوني لاترالي يا رايت يا ليفت. طيب، ويا بتكون ابسي لاترال يا كونترا لاترال. ابسي لاترال بنفس السايد، يعني بدي احرك الكوندا، بدي احرك الماندبل للليفت سايد، الليفت ماسل هي اللي بتشتغل. هم ايش الابسي لاترال موفمنت؟ المسيتر والتمبوراليس. الكونترا لاترال في عندنا الميديال اند لاترال تيرغويدز، ميديال اند لاترال تيرغويدز. طيب ان شاء الله انها واضحه. تمام. وهون ايش بحكي لك؟ انه العضلات اللي بتشتغل بالسايد تو سايد بيكون لها كومبوننت اوف بول، يعني زي تسحب، وهذا منطق يعني جمله من هجدع، يعني العضله اللي بدها تحرك الفك لليسار مثلا بدها زي تسحب، يكون لها كومبوننت اوف بول، الفايبرز تبعونها يجوا باتجاه، الفايبرز يكونوا باتجاه يقدروا يسحبوا الماندبل، يعمل بولينج اوف ذا ماندبل. طيب، في عندنا ثلاث سلايدات موضوع او سلايدين موضوع المسل كنترول. طيب الان بدنا نحكي عن موضوع، تمام؟ يعني مش كثير ما بتنسالوا عنه بالعاده، ما بيجي عليه اسئله. طيب اللي هو هاو ماسل كنترولز ديسك الاينمنت، كيف العضلات تتحكم بالديسك الاينمنت؟ خلينا اختصر لكم الكلام. احنا اتفقنا انه اثناء حركه الكوندايل شو بده يصير بالديسك؟ الديسك بده يمشي مع الكوندايل، تمام؟ تمام. هذا الديسك مرتبط من الامام، هذا الديسك من قدام بايش شابك؟ بالسوبيريور هيد اوف ذا لاترال تيرغويد، سوبيريور هيد اوف ذا لاترال تيرغويد، والانفيريور هيد بيكون ماسك بالنيك اوف ذا كوندايل، تمام؟ تمام. برضو في عنا إشي بنسميه إلاستيك فايبرز، فايبرز طالعة من التيمبورال بون ماسكة بالبوستيريور بارت أوف ذا ديسك، فايبرز ماسكة بالبوستيريور بارت أوف ذا ديسك. لما الديسك يمشي كأنها بتسحبه لورا، شايفين هاي الصورة؟ في عنا زي سهم رايح لورا، فهذا يعني تخيلوا إشي مطاطة مديتها وأنا ماسكها هون، المطاطة كأنها بتسحبني لهذا الاتجاه، صح؟ الفورس تبعتها تيجي بهذا الاتجاه لأنها إلاستيك، إلاستيك، تمام؟ فهذا هو باختصار. شو اللي بيصير عندنا يعني اثناء الاوبننج، اثناء فتح الفم؟ خلينا نشوف شو بحكي لنا. In centric relation the disc is positioned at the most forward position in the top of the condyle. يعني في احنا بنعرف عندنا شيء اسمه centric relation و centric occlusion، تمام؟ رح نحكي عنهم بالاخر برضه. Centric relation هو موقع الكوندايل بتكون فيه جوا المانديبولار فوسا at the most superior anterior part. هذا التعريف او هاي الكلمتين موجودين بتعريف السنتريك ريليشن، دائما تقراوها بالبروستو، يعني بذكروها بكتب البروستو. طيب انه دائما سنتريك ريليشن، انا ايش بنحكي؟ بنحكي عن بون تو بون ريليشن، هي علاقه ما بين العظم والعظم، الاسنان ما لهاش دخل فيها. عشان هيك احنا بنحط بالمرضى الكومبليت دينتشر بنحط لهم او بنستخدم السي ار سنتريك ريليشن اللي ما بتعتمد على الاسنان، تمام؟ فهي سنتريك ريليشن كمان مره هي عباره عن بوزيشن، موقع بيكون فيات الكوندايل at the most superior anterior position in the mandibular fossa. طيب هاي هذا بحكي لك اياه هون، تمام؟ وهون عن ايش بحكي؟ هو انه centric relation the disc is positioned at the most forward position on the top of the condyle. يعني في هذا centric relation هذا الديسك وين بيكون موجود؟ at the most forward position on the top of the condyle، بيكون وين؟ على التوب اوف ذا كوندايل. طيب بس بيكون يعني لقدام شوي، هسه رح تفهموها لما نحكي باقي الكلام. الخلاصه اثناء فتح الفم، تمام؟ اثناء فتح الفم، اثناء الاوبننج، الانفيرور لاترال تيرغويد ماسل كونتراكت، صح ولا لا؟ واحد بده يفتح الماوث تبعه، قلنا انفيرور هيد اوف ذا لاترال تيرغويد بيصير له كونتراكشن زي ما هو موجود بالصوره. طيب هذا فاهمينه. شو اللي بيصير؟ السوبيرور لاترال تيرغويد ريليزز كونتراكشن. شايفين السوبيرور لاترال تيرغويد هاي هي وقتها بتعمل ريلاكسيشن، ما بتعمل كونتراكشن، لانها لو عملت كونتراكشن شو اللي بيصير؟
لو عملت كونتراكشن، مش قلنا في شيء اسمه ديسك ديسبليسمنت، ازاحه للديسك، وهذا مرض راح ندرسه ان شاء الله في محاضرات التي ام جي ديس اوردرز. هذا الديسك عفوا هاي السوبيريور هيد اذا صار لها كونتراكشن اثناء ما الكوندايل بده يمشي لقدام، الديسك ببطل على الكوندايل، الديسك ببطل على الكوندايل بصير مزيوح لقدام، بصير له ازاحه لقدام. طيب لو انها صار لها كونتراكشن، لذلك انا بدي اياها يصير لها ريلاكسيشن، بدي الفايبرز اللي ورا الالاستيك فايبرز زي يسحبوها. تمام، شو بحكي لك هون؟ السوبيريور لاترال تريجود ريليز كونتراكشن، يعني ما بتعمل كونتراكشن. ليش؟ عشان تسمح للالاستيك فايبرز اللي لونهم احمر انهم يسحبوا الكوندايل تو بولينج ذا ديسك مور توورز اون ذا توب اوف ذا كوندايل. طيب بدي هذه الفايبرز تسحب الديسك وتخلي بالضبط اون ذا توب اوف ذا كوندايل، لانه احنا شو قلنا في اول جمله بالسنتريك ريليشن الديسك بيكون يعني موست فورورد بوزيشن اون ذا توب اوف ذا كوندايل، يعني ما بيكون على التوب اوف ذا كوندايل بالضبط، بيكون شوي لقدام. فاثناء حركه الكوندايل بدي هذا الديسك يكون اون ذا توب اوف ذا كوندايل، تمام، عشان يعني نعمل حمايه. فهذه تعمل ريلاكسيشن، هذه تسحبه شوي لورا. لما تسحبه شوي لورا بيصير بالضبط على التوب اوف ذا كوندايل. ان شاء الله انها وضحت الان. تمام، انا فتت لكم على السنتريك ريليشن، رح نحكي عنها احنا تحت يعني، بس شرحناها من هسه. طيب على الماكسيمم اوبننج شو اللي بصير لما نوصل لمرحله الماكسيمم اوبننج؟ الكوندايل ريتش ذا كريست اوف ذا ايمينانس، يعني هذا الكوندايل بيوصل على الارتكل، مش قلنا بيكون في الفوسه بيطلع على الارتكل اوف ايمينانس؟ تمام، فهو بيوصل الارتكل اوف ايمينانس. وعلى هاي البوينت في هذه النقطه الالاستيك فايبرز هاف روتيتد ذا ديسك باك، بيكوز يعني بهاي النقطه الالاستيك فايبرز اللي حكينا عنهم شو سووا؟ عملوا روتيشن للديسك باكورد زي ما قلنا، بيسحبوا الديسك لورا عشان يخلوه انتبه في ذا كوندايل. ليش؟ لانه سوبيريور لاترال تيروغويد ان كنترول ريليز بيكون عم صاير لها ريلاكسيشن اللي هي سوبيريور لاترال تيروغويد. ان شاء الله انه واضح. يعني احنا شو الفكره من هذول السلايدين؟ باختصار بدنا نعرف الديسك كي المسلز اللي بتتحكم فيه والفايبرز اللي بتتحكم فيه شو مين بيعمل له، مين بيصير له كونتراكشن، مين بيصير له ريلاكسيشن اثناء الاوبننج والكلوزنج. طيب اثناء الكلوزنج شو اللي بصير؟ بنعكس الوضع. لما يصير عندنا كلوزنج الكوندايل ستارت تو موف ماك، الكوندايل ترجع لورا لعند الفسه. تمام، وشو اللي بصير؟ السوبيريور لاترال تيروغويد السوبيريور بصير لها كونتراكشن، تمام، والانفيريور لاترال تيروغويد ريليزز ذا الانفيريور تترك الكونتراكشن. تمام، وعشان تسمح للاليفيتر مسلز تو بول ات باك، ايش يعني هاي الجمله؟ الانفيريور بتعمل ريلاكسيشن عشان تسمح للمسلز اللي بيعملوا اليفيشن اوف ذا مانديبل الاليفيتور مسلز انهم يشتغلوا ويسكروا الفم، يسكروا الفم. طيب هذه بتبلش تعمل كونتراكشن والكوندايل بيرجع لورا، فعكس اللي صار هنا صار هنا بالضبط. تمام، من كل هاي الحفله شو بهمنا؟ بس بهمنا انه تعرف انه اثناء الاوبننج الانفيريور لاترال تيروغويد بيصير لها كونتراكشن والسوبيريور ريلاكسيشن، اثناء الكلوزنج العكس الانفيريور بيصير لها ريلاكسيشن والسوبيريور بيصير لها كونتراكشن. طيب الان بدنا نحكي عن مفهوم يسمى ارتيريو فينوس شنت، ارتيريو فينوس شنت او له اسم اخر، ايش هو؟ الفاسكولار ني، فاسكولار ني. الفكره باختصار زي ما شرحنا اثناء الاوبننج الكوندايل بيطلع لفوق او انتيريور باتجاه الارتيكولار ايمينانس. في عندي تيشيو، في عندي تيشيو كونكتيف تيشيو لوس كونكتيف تيشيو. طيب هذا التيشيو بيكون خلف الديسك، كمان مره في عندي تيشيو بيكون خلف الديسك بالضبط، فبنسميه ريترو ديسكال تيشيو. ما معنى كلمه ريترو ديسكال تيشيو؟ ريترو يعني باك يعني خلف، تيشيو يعني نسيج، والديسك يعني خلف النسيج، فانا خلف الديسك، فانا عندي نسيج خلف الديسك. هذا هو اللي هون، هذا النسيج هايلي فاسكولار هايلي انرفيتد. طيب كمان مره في عندي الديسك، الديسك فيه وراه بالضبط ماسك فياته تيشيو نسيج، نسيج فياته نسبه نيرفز عالي وفيري هايلي فاسكولارايزد. طيب ليش انا جبت سيره هذا النسيج؟ لانه لما الكوندايل يطلع لقدام، شايفين هذا السبيس، هذا الفراغ اللي بيحتوي التيشيو، هذا السبيس لما الكوندايل يطلع لقدام بيزيد، هذا الفراغ بيزيد. طلعوا هنا الفرق بين هذا السبيس وهذا السبيس، زاد لانه الكوندايل طلع لقدام فترك مساحه وراه. لما ترك مساحه احنا هاي المساحه بدنا نعبيها، فشو اللي بيصير؟ البلد بيروح باتجاه البلد فيسلز الموجوده هون، البلد بيروح باتجاه البلد فيسلز فبيعبوا لي هاي المنطقه. طيب لما الكوندايل يرجع لورا اثناء تسكيرة الفم البلد بيطلع بينسحب من البلد فيسلز، تمام، بيصير يعني فيزو كونستريكشن نحكي، وبرجع بيعبوا السبيس اللي الحيز اللي كانوا ماخذينه ابتداء. اذا
وهسه رح احكي لكم شو فائده هذا الكلام كله اللي انا جبت لكم اياه سيرته. As each condyle disc assembly moves down the articular eminence, it evacuates the space up in the fossa. يعني كل لما الديسك او يعني الكوندايل عموما moves down the articular eminence تروح باتجاه الارتيكولار ايمينانس، لما الديسك يروح باتجاه الارتيكولار ايمينانس شو بيصير؟ it evacuates the space in the fossa. evacuate يعني زي بتفضي الحيز والفراغ الموجود جوا الفصة. طيب عندنا تشيو سميناها ريترو ديسكال تشيو اكسباندز بتوسع عشان يعبي هذا السبيس. زي ما قلنا بيجي رش اوف بلاد، البلاد بيعمل رش باتجاهه into the network of vessels that are spread throughout the spongy retro discal tissue. طيب لما الكوندايل والديسك يرجعوا لورا شو اللي بيصير؟ البلاد فلوز اوت اوف ذا فيسلز، البلاد بيطلع من هاي الفيسلز فخلص كونتراكت ان سايز، يعني بترجع لحجمها الطبيعي لانه الحيز تبعها بطل حيز كثير، رجع الحيز صغير لانه الكوندايل رجع واخذ مكانه. طيب احنا ليش حكينا كل هاي السالفه؟ يعني ليش جبنا لكم سيرتها؟ جبنا لكم سيرتها باختصار كمان مره. في واحده من التي ام جي ديس اوردرز اسمها ديسك ديسبيسمنت، الديسك بيروح مور انتيريورلي. اللي بيصير كالاتي، مش احنا اتفقنا انه عندنا ريترو ديسكال تيشيو، او يعني خلينا نشبه لكم هذا الكوندايل فوقي عندنا الديسك، الديسك تمام، هاي هون مانديبلا فوسا، هاي هون انتيريور. طيب هون بيكون عندنا ريترو ديسكال تيشيو تمام، والان في عندنا هون المانديبلا فوسا وفي عندنا الديسك، صح ولا لا؟ والكوندايل تمشي لقدام، الديسك بيمشي معها لقدام. شو اللي بيصير اذا صار عندنا ديسك ديسبيسمنت؟ الديسك انزاح كثير لقدام فبطل الكوندايل يعني ماشي على الديسك، بطل ضارب الديسك لانه الديسك بطل ماشي معه، الكوندايل صار ضارب بايش؟ بالريترو ديسكال تيشيو تمام. يعني عندي هذا الديسك وهي الريترو ديسكال تيشيو، الديسك انزاح لقدام، الريترو ديسكال تيشيو راح ينسحب ويصير تحت الكوندايل بالضبط زي هيك، يعني ان شاء الله هلا وضحت. ولما يصير تحت الكوندايل شو اتفقنا؟ انه it is highly vascularized highly innervated، فالمريض بحس بالم، بحس بالم المريض بيجيك على العياده انه عنده مشكله تمام. فهذه القصه كلها. الارتيرو فينوس شنت از امبورتنت، ليش امبورتنت؟ لانه بيخلي الريترو ديسكال تيشيو هايلي انرفيتد وهايلي فاسكولارايزد، فاذا الديسك از ديسبليس، اذا صار في ازاحه لهذا الديسك مور انتيريور، الكوندايل لودز انتو ذا تيشيو، بيعمل لودنج على التيشيو، عمل لودنج على التيشيو المريض حس بالم and pain occurs. طيب فهذه كل قصة الفاسكولار ني، برضو بالعادة بيجيش عليها أسئلة يعني، بس ما دامها موجودة لازم نشرحها. طيب نحكي شوية على المانديبولار بوزيشنز. طيب في عنا إشي اسمه سنتريك أوكلوجين أو إنتر كاسبال بوزيشن، إنتر كاسبال بوزيشن تمام، نفس الإشي. وعنا إشي اسمه سنتريك ريليشن، وعنا إشي اسمه ريست بوزيشن، رح نحكي عنهم واحدة واحدة. سنتريك أوكلوجين باختصار أو اللي هي CO أو ICP عفوا مش S ICP، اللي بيصير باختصار انه الاسنان العلويه تطبق على الاسنان السفليه، بس بيصير عندنا اطباق يعني الاسنان العلويه على الاسنان السفليه تمام. هذا هو سنتريك اوكلوجن. ماكسيمم انتركسبيشن اوف تيث، الاسنان سكرت على بعض باختصار. سنتريك ريليشن لا، السنتريك ريليشن ما له دخل بالاسنان، سنتريك ريليشن بوني تو بوني ريليشن شيب، علاقه ما بين العظام. لما يكون الكوندايل في اي بوزيشن most superior anterior بالمانديبولار فوسا، most superior anterior بالمانديبولار فوسا، هذا هو centric relation تمام. هون شو بحكي لك؟ centric relation without transition of the condyles of the mandible in which the condyles in their uppermost position in the mandibular fossa and related anteriorly to the distal slope of the articular. يعني الخلاصة مش كثير مهم، زي ما قلنا في الأمر uppermost position uppermost position، وبالأدق بتعريفات البروستو يعني بحكوا most superior anterior، هذه مرت معكم في محاضرات البروستو. طيب شو الفكرة؟ بأغلب الناس السنتريك أوكلوجين بيكون more anterior للسنتريك ريليشن، السنتريك أوكلوجين more anterior للسنتريك ريليشن بتقريبا مسافة 1 مليمتر. ب10% من الناس بيكون السنتريك أوكلوجين والسنتريك ريليشن نفس الموقع بالضبط، عندهم السنتريك ريليشن equals سنتريك أوكلوجين ماشي. فبأغلب الناس اللي هي 90% السنتريك اوكلوجين بتكون انتيريور للسنتريك ريليشن باي 1 مليمتر ان افريج. السنتريك اوكلوجين از ا توث ديتيرمنت بوزيشن، السنتريك اوكلوجين بيحددها السن، لانه احنا الاسنان بتسكر على بعض. طب كيف الاناتومي تبع السن؟ هون راح يحدد هل راح يعمل يعني الكسر راح تيجي على الرج على الفوسه تراينجلر فوسه ما الى ذلك، يعني فهي لها علاقه بالاسنان ماشي. السنتريك ريليشن جو تو جو ريليشن determined by the condyles in the fossa، بتحددها الكوندايلز العظم مع العظم، كوندايل والفوسة مانديبولار فوسة. coincidence between
سنتريك اوكلوجن اند سنتريك ليشن بتصير ب 10% من الناس. طيب خلينا نكمل. المانديبيولر برضه في عندنا شيء اسمه ريست بوزيشن. ريست بوزيشن باختصار اي انسان طبيعي لما يكون واقف بالابرايت بوزيشن. ابرايت بوزيشن يعني هيك واقف ظهره مستقيم بغض النظر يعني واقف وقف ولا قاعد على كرسي، المهم قاعد يعني بشكل هيك بمستقيم. طيب لانه البوستشر بوستشرك، هل انت مثلا منزل راسك لتحت رافع راسك لفوق، هذا بيلعب دور بموقع الماندبل. لذلك احنا دائما لما نحكي على ريست بوزيشن بدنا الانسان يكون بالابرايت بوزيشن. طيب فهي موقع الماندبل في واحد في الريست اثناء الريست، انا اثناء الراحه كيف الماندبل وين ماخذ الموقع تبعه. تمام. وطبعا هذه برضو اخذتوها في الاوكلوجن في البروستوم، متذكرين لما كنتوا اخذتوا عن الفري واي سبيس. تمام. اللي هو السبيس ما بين الابر انسايزرز واللور انسايزرز، لما يكون الماندبل في الريست بوزيشن، لما يكون الماندبل في الريست بوزيشن بيكون في فراغ بالعاده ما بين الاسنان. اذا بتتذكرون متذكرين القيمه تبعته كم كانت؟ 2-4. تمام. هون مذكوره من 1-3. فخلينا احنا على الارقام اللي هون. المهم ريست بوزيشن طبعا في نقطه مهمه انه ريست بوزيشن از نوت كونسيستنت از ذا تونسيتي اوف ذا ماسلز مي بي انفلونسد باي ذا سنترال نيرفس سيستم. يعني هاي البوزيشن تتغير. انا الان عندي بكره امتحان وخلص هيك قلقان وشادد على حالي. طيب هاي البوزيشن او هذا السبيس اللي بين الاسنان بقل. ليش؟ لانه العضلات التونيسيتي الانقباضيه الانقباض طبع العضلات زاد. ليش؟ لانه خلص انا شادد على حالي، عندي توتر، عندي ستريس. لما العضلات شدت هذا السبيس اللي بين الاسنان قل. تمام. برضه بيلعب فيها عده فاكتورز. يعني حتى بعض الامراض مثلا مريض عنده تيتانس لو الكزاز، لما يكون عنده العضلات بتكون سبازم، يعني عاملها معمول لها كونتراكشن، ماشي، فبقل. بغض النظر فيها كثير اشياء تلعب فيها تدور. برضه زي ما قلنا انفلونس باي ذا سنترال نيرفس سيستم، زي لو واحد عنده ايموشن ستريس، عنده ستريس، عنده قلق ضغط. لوكال بريفيرال فاكتورز ساتش از سورتف. شو يعني سورتف؟ يعني سنه بوجعه. تمام. واحد سنه بوجعه نفس الشيء، بيكون شادد على حاله، شادد على المسلس تبعونه، التونسيتي زادت، السبيس بقل. تمام. فالخلاصه من هاي الفقره انه بيلعب فيها يتحكم فيها عده امور. تمام. لما يكون الهيد بالابرايت بوزيشن، الانتر اوكلوزال سبيس، انتر اوكلوزال سبيس نفسه الفري واي سبيس اللي هسه جبت لكم سيرته، اللي هو المسافه ما بين الانسايزرز، بتكون من 1 تو 3 ملم. وبرضه بنشوفها there is normal variance up to 8 to 10 millimeter without evidence of dysfunction. يعني ممكن نلاقي بعض المرضى هذا السبيس عندهم وصل لحد 8 و10 ملي، وما بيكون هذا إشي pathologic، يعني ما بيكون إشي مرضي، لا عادي إشي طبيعي. عنا normal variance، عنا يعني normal variation، تنوع طبيعي normal مش إشي مرضي. تمام. بيوصل قد يصل إلى 8 إلى 10 millimeter. طيب خلينا نكمل هون. شو بحكي لك؟ بدنا نحكي عن موضوع ونختم فيها ان شاء الله، موضوع البوردر موفمنتس. تمام. مش ثواني، موضوع البوردر موفمنتس. هسه متذكرين انتم بالبروستو، او خلينا نقرا قبل ما نحكي لكم شو الفكره. هون شو بحكي لك؟ انه الماندبل بيتحرك بعده حركات وبعده اتجاهات. تمام. يعني الماندبل عندنا اوبننج كلوزنج بروتروجن ريتروجن لاترال موفمنتس. تمام. هاي الحركات تبعت الماندبل إلها درجة، يعني إلها نحكي ليميت محدودة، زي ما قلنا في عنا ليجمنتس بتحدها. فالأوبنينج إله ماكسيمم أوبنينج. تمام. إله بتقريبا بين 40 إلى 60 مليمتر اللي هو الماكسيمم أوبنينج. بعد هيك خلص المريض ما بقدر يفتح الفم تبعه. تمام. فإحنا بنقدر نعمل ريكوردينج، نعمل تريسينج، نتتبع هذه الحركات تبعت الماندبل، وبنوصل لمفهوم نسميه بوردر موفمنتس أو الانفلوب الانفلوب أوف موشن. تمام. كيف نتبعها؟ في عنا أجهزة زي ما كتب لك هنا إنه tracing the movement of the mandible، نتتبع حركة المانديبل باستخدام أجهزة زي البانتوغراف والكينيزوغراف. نقدر to record the mandibular movement in different planes. different planes يعني مثلاً بالسجيتال plane، سجيتال plane زي هيك، متذكرين هاي الصورة؟ هاي السجيتال plane، هاي الرسمة أخذتها بالبوستو، أو هون بالhorizontal plane، horizontal plane، فبالplanes المختلفة. تمام؟ شو بحكي لك؟ وطبعا شو الفكرة؟ لما يستخدم هاي الأجهزة بيحطوا زي نقطة عند اللور انسايزرز وبتتبعوا كيف الفك بتحرك. تمام. بنحط بوينت على المانديبولار سنترال انسايزرز ويتز تراكت، بتتبعوه أثناء الماكسيمم لاترال، بروح أكثر إشي لللاترال، ماكسيمم أوبنينج، ماكسيمم الكلوزنج، تمام، بروتروسيف ريتروسيف وايد أوبنينج، يعني كل الحركات بيعملوها
حتى نحصل border or envelope of motion, border movements أو envelope of motion. تمام؟ هذا كله ماخذينه أنتو. هاي هون لما أجي على السجت البلين وبرضه له اسم Posselt's envelope. تمام؟ هون السجت البلين بنحط نقطة على اللور incisor ونخلي الفك يتحرك, يتحرك لقدام, يفتح, يسكر, نحصل على هاي الرسمة بتورجينا حدود حركة الماندبل. عشان هيك يسموه border movements. border يعني زي حد, هي حدود حركته. تمام؟ هاي الصورة هسه بحكي لكم عنها بس نوصل تحت. في هنا على الهوريزنتال بلين قلنا بنصورها بنقدر نعمل تريسنج بديفرنت بلينز, هوريزنتال ساجيتال وفرونتال. تمام؟ شو الفكرة هنا بالهوريزنتال بلين؟ في عندنا مفهومين ايش بنسميه, بينت موفمنت وبينت انجل. في كثير طلاب مش فاهمينه, ما بيهمنا كثير احنا, بس راح اعطيكم الفكرة العامة تبعته. انا الان بدي احرك الماندبل تبعي الى اليسار الى الليفت, بدي احرك الماندبل الى الليفت. طيب طيب ما ايش بسمي السايد, الجهه اللي بتحرك فيها الماندبل او بتحرك نحوها الماندبل, بسميها الوركينج سايد, الجهه اللي الماندبل بيروح مش باتجاهها للاتجاه. يعني انا هسه بدي يعني طلعه, هاي عندي ماندبل بدنا نحركه بهذا الاتجاه to the right side. ماشي؟ هذا السايد شو بسميه؟ وركينج سايد, لانه هذا السايد يعني خلينا ارسم هيك, احنا بدنا نتحرك بهذا الاتجاه. هذا السايد شو بسميه الوركينج سايد. تمام؟ هذا السايد. طب هذا السايد النون وركينج سايد, نون وركينج سايد. طيب طيب هاي اول معلومه. الكوندايلز بيتحركوا بحركات مختلفه حسب انا على الوركينج ولا على النون وركينج سايد. الكوندايل اللي موجود هنا كيف بيتحرك؟ بيتحرك بروتيشن, بس بلف حوالين حاله, وباغلب الاحيان يترافق مع الروتيشن حركه lateral movement. lateral movement في بعض الحالات النادره بيكون في بس روتيشن بدون lateral, بس عموما باغلب الحالات نحكي بصير في روتيشن بالكوندايل زائد lateral movement. يعني انا كمان مره انا عن شو بحكي, الماندبل حركناه باتجاه الرايت, هذا الكوندايل اللي على الوركينج سايد كيف بيتحرك؟ بيتحرك انه يصير الروتيشن ويروح laterally, يتحرك laterally. الكوندايل اللي على النون وركينج سايد لا, بيتحرك بحركه ثانيه لها يعني inferior anterior medial, هيك بيحكوا يعني لها ثلاث يعني ثلاث اجزاء, مش متذكرها بالضبط مش مكتوبه هون, بس يعني بيتحرك بهذا الاتجاه. تمام؟ هاي اخذتها بالبروستو. يعني شو الفكره؟ ما معنى بينت موفمنت, ما معنى بينت انجل؟ اذا فهمنا اللي انا هسه حكيته بنقدر نفهمها. شايفين اللاترال موفمنت اللي بتصير هون, اللاترال موفمنت بهذا الاتجاه, هاي هي البينت موفمنت. بينت موفمنت هي اللاترال موفمنت اللي بتصير على الوركينج كوندايل. بينت انجل هي الزاويه اللي بتصير, مش احنا الكوندايل يتحرك من هون لهون, فاحنا عندنا هاي اتجاه الحركه. وفي عندنا مع الفيرتيكال بلين نرسم زاويه. ماشي؟ هاي الزاويه اللي بنرسمها هون هاي هي البنت انجل بس. فهذا مفهوم البنت موفمنت والبنت انجل. طيب يعني هذه كلها اشياء بروستو, بدناش احنا نفوت كثير بالتفاصيل. تمام؟ فخلينا نقرا شو مكتوب. البنت انجل بتصير على النون وركينج سايد, انجل بتصير ما بين الهيد اوف ذا كوندايل والفيرتيكال بلين. هذا الكلام شرحناه. بنت موفمنت it occurs in lateral movement of the mandible where condyle, يعني بتصير لما الماندبل يتحرك lateral يا to the right يا to the left. الماندبل الكوندايل شو بصير لها؟ rotation with slight lateral shift, rotation with slight lateral shift. تمام؟ هاي lateral shift ممكن تكون immediate ممكن تكون progressive. ايش يعني؟ يا بتصير مباشرة يا بتصير progressive بشكل تدريجي. تمام؟ يعني هذا هو البينت movement والبينت angle. اخر سلايد بنحل بعدها السنوات. شو بحكي لك اول جمله؟ فانكشنال وبارا فانكشنال موفمنتس بتصير within this envelope. يعني انا الان بدي اعمل او بدي واحد بده يجي ياكل اكل, طيب بده يعمل ماستيكيشن, بده يعمل فانكشن, هذه بنسميها فانكشنال موفمنت. فانكشنال موفمنت اللي هي يعني اثناء تناول الطعام مثلا. اثناء تناول الطعام الحركات اللي بتحركها الماندبل, اثناء تناول الطعام الحركات اللي بتحركها الماندبل بتصير within this envelope of motion, بتصير within this envelope. تمام؟ يعني شايفين هاي هذا الشكل, هذا هو الرينج تبع الحركات اللي بيعملها الواحد اثناء الفانكشنال موفمنت. يعني مثلا لما ياكل هاي الحركات اللي بتحركها, بنزل الفك وبيطلع بنزل وبيطلع, طبعا بتصير كلها حوالين الاي سي بي, حوالين السنتريك اوكلوجن. يعني مثلا لما واحد ياكل اكل لو بده يحس على حاله, او انتم هسه جربوا لما تيجي بدك تاكل اكل مثلا تاكل لقمه بعديها بتفتح الفم بعديها بترجع لعند السنتريك اوكلوجن, بتسكر اسنانك على بعض, بتفتح بتسكر على السنتريك اوكلوجن. فايت اوكيرز اراوند ذا سنتريك اوكلوجن. وبرضه شو حكي لك انه البارا فانكشنال هابتس او بارا فانكشنال موفمنتس تيكس بليس وذين ذس انفلوب. يعني بارا فانكشنال موفمنت يعني مثلا واحد عنده بيروكسيزم, اللي واحد بنسميها واحد بيكز على اسنانه. يعني مثلا واحد هو نايم
بيكون بيعض على اسنانه، بيحرك الفك تبعه بطريقه معينه بنسميها بروكسيزم، بتسبب اترشن للاسنان ويعني اشياء اخرى. هذه البارا فانكشنال موفمنتس برضه بتصير وذين ذيس انفلوب، يعني هذا الانفلوب بالخلاصه بيمثل لي كل حدود حركه الماندبل، كل حركه الماندبل بتصير وذين ذيس انفلوب. فبغض النظر فانكشنال بارا فانكشنال كله بيصير وذين ذيس انفلوب، يعني هذا اللي عنده بروكسيزم وبيعض على اسنانه وهو نايم بيكون لسه وذين ذيس انفلوب ماشي، يعني اما بحرك وبرجع بحرك وبرجع. طيب فبنضل وذين ذيس انفلوب. موست فانكشنال موفمنتس associated with mastication occurs around centric، زي ما قلنا الحركات اللي بتصير مع الفانكشنال موفمنت زي الماستيكيشن around centric، يعني بتروح بترجع للسنتريك اوكلوجن، تروح بترجع للسنتريك اوكلوجن. تمام. طيب شويه ارقام بدنا نحفظها. تمام. برضه راح نرجع بالمحاضره الثالثه نحكي عنهم لما نحكي عن الاكزامينيشن الفحص كيف نعرف النورمال من الاب نورمال. في عندنا الماكسيمم اوبننج، الماكسيمم اوبننج للماوث بالعاده من 50 ل 60 حسب الايج وحسب السايز، يعني مريض كبير مش زي مريض صغير بالعمر مش زي المريض الكبير، صح؟ الكبير بيكون الفم فتحه الفم تبعته اكبر، مريض حجمه صغير مش زي مريض حجمه كبير بيقدر فتحه فمه اكبر. تمام. lower limit of normal is 40 مليمترز، يعني اقل حد للنورمال بيكون 40، يعني من 40 ل 60 نورمال. اذا كان تحت ال 40 ايش بنسميه؟ limited mouth opening، يعني فتحة الماوث تبعه limited محدودة. هذا طبعا بيغلبنا بالشغل، احنا بنشتغل جوا الاورال كافيتي، اذا الفتحة صغيرة والمريض مش عارف يفتح فمه هذا بيغلبنا. فلذلك بهمنا نكون عارفين ال mouth opening limits تبعونها من 40 ل 60. تمام. اللاترال موفمنت انه يحرك الفك تبعه لليسار او اليمين، الماكسيمم تبعها 10-12 مليمترز. تمام. 10 to 12 الماكسيمم بروتروجن من 8 to 10، يعني لو حط لو قسناها بالمسطره لما الواحد يعمل بروتروجن كم المسافه بتطلع؟ من 8 to 10 هذا هو الماكسيمم. طب الريتروسيف زي ما قلنا 1 مليمتر، يعني لما ترجع من سنتريك اوكلوجن للسنتريك ريليشن 1 مليمتر، قلنا 10% من الناس بيكون لا كوينسايد بيكونوا نفس الشيء. طيب اوكي هذا من محاضره ماضيه خلينا نشيلها. خلينا نحل الأسئلة الموجودة عندنا. choose the incorrect answer، بده الجواب الغلط. ايش بحكي لك بخيار A؟ the posterior teeth are the posterior controlling factors for the mandibular movement. هذا هو الجواب. ليش؟ لأنه قلنا ال posterior controlling factor شو هو؟ condylar guidance. condylar guidance فالجواب A. تمام. الباقي صح، بدناش احنا نطول عليكم. all of the following can elevate the mandible except، كل الاتي بيقدر elevate the mandible يعني يسكر الفم ما عدا مين؟ inferior head of the lateral pterygoid. the ايش من الاتي responsible for stabilizing the articular system اللي هو الكابسولر ليجمنت، هل هي المكزيلا؟ لا. middle pterygoid؟ لا. lateral pterygoid؟ لا. اللي بيعمل stabilization هو الكابسولر ليجمنت. تمام. او الليجمنتس يعني. translation وين بتصير؟ قلنا في عندنا translation اللي بتصير بالسوبيريور، وفي عندنا ايش روتيشن اللي بتصير بالانفيريور. تمام. روتيشن موفمنت بتصير بالانفيريور. طيب هاي برضه بدنا نشيلها. ذا سكيليتال كومبوننت اوف ذا ماستيكولار سيستم، يعني زي ما قلت لكم بيجيك سؤال انه السكيليتال كومبوننت اول اوف ذا فولينج ما عدا ايش؟ الجواب هون ارتكولار ديسك، لانه الماكزيلا والتمبورال بون والماندبل كلها سكيليتال، الديسك لا. اخر سؤالين او هذا السؤال، نورمال رينج اوف جو موفمنت اوبننج يعني من 40 ل 60 زي ما قلنا. which of the following is not part of the TMJ system؟ الجواب الكورونويد بروسيس، الكورونويد ليس جزءا من التي ام جي، الكوندايل هو جزء من التي ام جي. طيب احنا هيك خلصنا محاضره اليوم، ان شاء الله كانت محاضره حلوه، في كثير معلومات انتم ماخذينها اصلا من قبل. طيب اي حدا عنده سؤال، اي حدا مش فاهم شيء، عنده مشكله مع الاسئله مع سلايد معين معلومه معينه يبعث لي. تمام. موفقين يا رب.